السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة يوم 21 مارس، التقرير اللي قصادي من موقع worldmeters.info. نشوف جملة الإصابات بقت 275,871 إصابة، يعني في ازدياد خطير. ده يمكن ده زيادة عن الإصابات بتاعت امبارح، يمكن 30,000. امبارح كان 244 حالة تقريبا. امبارح شوفوا الحالات الإجمالي كانت 244,000 حالة. النهاردة داخلين على 275، داخلين على 276,000 حالة. طبعا عدد زيادة كبيرة. امبارح كانت زيادة عن أول امبارح ب25,000 وشوية. النهاردة الزيادة ممكن تكون زيادة حوالي 30 أو 31,000 حالة جديدة. الوفيات طبعا بتزيد شوية. النهاردة إجمالي الوفيات 11,398، والشفاء 91,912. طبعا حالات الشفاء لا تتناسب أبدا مع كمية الإصابات الجديدة، وكلنا أمل إن العلاج اللي بيتكلموا عنه إنه يبتدي فعلا يثبت فعاليته وينزل السوق. فهذه الحالة كمية الشفاء هتزيد جدا جدا، وهو مجرد ما يظهر علاج فعال انتهت المشكلة، وما بقاش في حاجة اسمها كورونا فيروس تخاف منها، أصبحت حالها حال أي مرض ليه علاج. فإن شاء الله ربنا ييسر الحال. خلينا نشوف البلاد ومين السبب في كل هذه، يعني أو ما أقصدش السبب، مين البلد أو الدول التي أصبحت منكوبة أو مصابة بدرجة كبيرة فساهمت في زيادة العدد الكلي في العالم. خلينا قبل ما نشوف الدول بالتفصيل أشوف الحالات ديت كم حالة أكتف. الحالات الناشطة 172,000 حالة، يعني شوف ما هو طبعا بتزيد لأن كمية الإصابات الجديدة لا تقارن بالكمية القليلة بتاعت الشفاء. النهاردة في كلام إن في بلاد زي إيطاليا بدأوا يمارسوا طب الحرب. طب الحرب يعني إيه؟ لا قدر الله، يعني إنك أنت بتبقى قدامك اتنين مرضى، واحد مثلا حالته خطيرة وميؤوس منه وهيموت، حاسس انه هيموت، والتاني فيه امل، فبتسيب اللي حالته ميؤوس منها لنفسه حتى يموت، والتاني بتهتم بيه. هو ده الوضع اللي حاصل حاليا في بعض الدول مثل ايطاليا. الطبيب بيبقى عنده سرير فاضي وعنده حالتين خطيرين، حالتين عايزين فنتليتور، عايزين تنفس صناعي، يعمل ايه؟ عنده جهاز واحد وعنده واحد شاب واحد عجوز، فبيعمل ايه؟ يعني موقف صعب جدا جدا جدا، يعني ربنا ما يكتبه على اي طبيب. موقف صعب جدا جدا ومؤلم. هو مضطر انه يختار انه يعالج الشاب ويسيب الراجل الكبير بقى لحاله. يعني ده الوضع الخطير الناتج عن وجود 7,765 حالة حرجة عايزة، يعني هو في العالم كله ما فيش هذا العدد من الفنتيليترز متهيألي في العالم كله، يعني 7,765 حالة خاطرة. الحمد لله إن في كمية كبيرة أوي من الحالات الطفيفة، 69% من الحالات الطفيفة. الحالات الخطرة ديت هتتزايد طالما الحالات النشطة بتتزايد، يعني متوقع. هو ليه ما زالت الحالات كتيرة بتظهر؟ ده لأن الدول اتبعت الشدة في فرض الحجر الصحي وفرض حظر التجول من فترة قصيرة، يمكن من أسبوع تقريبا. إيطاليا تقريبا من أسبوع بدأت تبقى شديدة جدا. طيب ما هو في إصابات حصلت قبل أسبوع وما يقدروش يشوفوها إلا لما يبتدي يظهر عليها شوية أعراض، فعلى ما بتاخد تظهر عليها شوية أعراض ممكن بعضهم بياخد أسبوع، بعضهم بياخد
8 ايام 10 ايام وهكذا. فما زالت الاصابات الجديده كلها بنقول انها من الفتره اللي قبل الحجر الصحي وحظر التجول. دي نقطه. والنقطه الثانيه ان امكانيه الفحص اصبحت اكتر، الكتات اللي بتفحص اكتر وكميه الفحص التي تجرى يومين اكتر، فده بيخلي الجهات الصحيه تكتشف حالات اكثر جديده، وده السبب في الارتفاع الشديد. لكن انا متوقع ان بعد اسبوع او اتنين من الحجر الصحي وحظر التجول في هذه الدول، وارجو انها تطبق في كل دول العالم، الحالات هتنزل. طبعا في بعض الاخبار برضو السيئه اللي هي ايه، اللي هي هنشوفها لما نوصل لجدول الدول تفصيلي، جدول التفصيلي الدول. الجدول الكيرف بتاع حالات الاصابات الاجمالي، شوفوا عمال الاول كان يعني الاصابات مش كبيرة قوي في العالم، كان مثلا بتزيد 1000 في اليوم 2000، فكان الكيرف كان مسطح الى حد ما شبه فلات. طبعا بدأت تزيد الحالات، 4 حالات في اليوم، 10 حالات في اليوم، 15,000 حالة في اليوم، وهكذا لحد ما وصلت النهاردة 30,000 حالة في اليوم. نرجع الوفيات، نفس الحكاية، الوفيات الكيرف بتاعها متصاعد، الكيرف بتاعها متصاعد. نيجي نشوف الدول التفصيل، الجدول التفصيلي الدول، عشان نشوف مين الدول الأكثر إصابة في العالم. طبعا تقريبا معظم دول العالم، والقلق الشديد من دول أفريقيا اللي بدأ يدخلها الفيروس. الدول أفريقيا ديت اللي هي في الظروف العادية مش قادرة يعني مش قادرة تتوائم مع ظروفها العادية، الظروف العادية خطرة. يا ترى لو الفيروس ده دخل عندهم وانتشر هيحصل ايه؟ يا ترى الدول العربية برضو هيحصل فيها ايه؟ الدول العربية برضو الأعداد بدأت تبقى متزايدة، لكن الحمد لله ما زالت برضو مش خطيرة أوي زي أوروبا. الأخبار اللي مش حلوة برضو إن الصين بعد ما كانت احتفلت وكان رقم 80,000 ده ثابت، رقم 80,000 ده كان عدد الحالات ثابت عندي 80,000، كان ثابت عندي 80,000، وامبارح نزل عن أول امبارح، لأن كان امبارح فيه عدد الإصابات الجديدة زيرو. ولو إن يعني أنا بصراحة، لكن خلينا نمشي يعني، ما بثقش في الصين ابدا. من ايام زمان الصين ديت هي البلد اللي بتسرق التكنولوجيا، والبلد اللي بتعمل كل حاجة مزورة ومقلدة. المهم خلينا نتبع التقارير الرسمية. النهاردة عدد الحالات بقى 81,008، اول مرة يوصلوا ل 81. ليه؟ لان في 41 حالة زيادة، ديت تؤيد كلام بعض الناس اللي بيقولوا احتمال الوباء يرجع تاني في الصين، وان الصين بتداري، وان الصين بتخدع نفسها وبتخدع الناس، بتخدع شعبها وبتخدع العالم. فهنشوف بكرة وبعده. اتمنى طبعا ان انا اكون غلطان، وان التقارير اللي بتقول كده تكون غلطانة، واتمنى ان بكرة تاني الصين ترجع، لان الصين لما تبقى كويسة العالم كله ما فيش شك هيبقى كويس. الحاجة التانية برضو اللي يعني مضايقاني شوية هي ساوث كوريا. ساوث كوريا كانت امورها بقت كلها كويسه، كل يوم كان في زياده حالات ايه تحت ال 100، بقالهم يجي 10 ايام ولا اسبوعين. النهارده للاسف زادت الحالات الى 234. نتمنى ان ده يكون رقم استثنائي والامور ترجع تاني. كوريا الجنوبيه كانت المفروض ان اللي حصل فيها نموذج يتبع في كل دول العالم، بس خلينا نشوف يومين ثلاثه تانيين، يا رب الأرقام دي تنزل عشان تظل كوريا الجنوبية نموذج الناس تتبعه، وإلا هتشك في النموذج إذا الأمور تدهورت تاني. بس ما أظنش إنها تتدهور، ربما بس مصادفة النهاردة في زيادة حالات شوية. فخلينا نتابع خلال الأسبوع الجاي الصين وكوريا، لأن هم دول اللي كانوا بيدوا الأمل لكل دول العالم إن الفيروس ممكن، أن الفيروس ممكن يقضى عليه. المأساة كلها في إيطاليا ودول أوروبا. إيطاليا 47,021 حالة، بزيادة 5,986 حالة من أمس، 5,000 من حوالي 6,000 تقريبا، 6,000 خلاص يعني، وأنا بتكلم دلوقتي يمكن 6,000 وشوية تقريبا.
يعني حاجة يعني، لكن برضو برجع وأقول إن الكلام ده ليه تفسير، إن ديت ممكن تكون حالات جالها الإصابة قبل ما الدولة تتخذ الإجراءات المشددة، ويمكن لأن الدولة بتفحص كتير ففرصة اكتشاف حالات كتيرة موجودة أكتر. نتعشم إن هذا الرقم وهذه الأرقام في كل أوروبا تنخفض بعد حوالي أسبوع. كلنا نتمنى إن الصين وكوريا وأوروبا تتحسن، لأن تحسن هذه الدول خير لينا كلنا، خير للدول العربية. الدول ديت لو ما زالت في مأساة والدول العربية دخلت دائرة المأساة مش هتلاقي عون، احنا دول ضعيفة ما زلنا، مش هنلاقي حد يمدلنا العون. دي مصيبة كل دولة بتقول يلا نفسي، ورئيس أمريكا نفسه قالها كذا مرة، قال أمريكا هو شيء منطقي، لا يمكن هتعالج هتمد إيدك لدولة أجنبية وشعب أجنبي وأنت بلدك محتاجة العون، لا يمكن. فنتمنى الصين وكوريا، أنا أتمنى كإنسان وكطبيب من كل قلبي إن الصين وكوريا يتحسنوا وإن ظروفهم تبقى كويسة، لأن إحنا كدول عربية والدول الأفريقية والدول النامية دخل على مرحلة الله أعلم بيها. فلو إحنا دخلنا على مرحلة سيئة والدول دي تكون اتعافت هتمد إيديها لنا، صحيح من مش ببلاش، بس المهم هتمد إيديها لينا وتساعدنا. أسبانيا 3400 حالة جديدة. ألمانيا صعدت، ألمانيا كانت في تحت في العشرة أو الأكثر إصابة، بس كانت تحت. إيران أمورها يعني ها متدهورة برضو، بس يعني كانت بعد إيطاليا، هي مش لأنها تحسنت، لا، لأن الدول التانية أصبحت أسوأ منها فأصبحوا في المقدمة عن إيران. لكن إيران ما زالت وضعها مأساوي، 149 حالة وفاة. إيران ما تتحمل هذا العدد الكبير من الحالات الخطرة. يعني شوفوا إيران، خلينا نشوف إيران يا أخوانا وضع، يعني إيران، هل إيران تتحمل هذا الوضع؟ ما أظنش إن إيران تتحمل إن يكون عندها حالات نشطة. شوفوا كم حالة، 11 ألف حالة، 11466، مستحيل مستحيل ديت الحالات النشطة. يا ترى الحالات الحرجة كام؟ والله الحمد لله الحمد لله ما عندهاش حالات حرجة، ربنا عالم بالحال. أنا قلت خفت ان يكون عندهم، ما هو العدد الكبير ده 11 ألف اللي انتوا شايفينه ده، حسب الاحصائيات لو قلنا فيها من 10 ل 5% حالات حرجة، يعني تقول 1000 حالة، من 500 الى 1000 حالة حرجة، وده طبعا رقم كبير بالنسبة لبلد زي ايران ظروفها برضو ايه متواضعة. امريكا طبعا دي دخلت دايرة الخطر، 5854 حالة، عشان كده كتير. بتاع نيويورك، عمدة نيويورك، كان بيقول امبارح انه متوقع 85% او 80% من سكان نيويورك كلهم يصابوا. ربنا ما يحقق يا اخي توقعاتك، ربنا ما يسمع لك توقعاتك، وان شاء الله ما يحصلش. فرنسا ما زالت، بس يعني وضعها احسن شوية، برضو ما زال وضعها سيء جدا. كوريا الجنوبية اتكلمنا عنها وقلنا الأوضاع عندها بتسوء قليلا ونرجو أن يكون شيء مؤقت. كله بريطانيا، ننزل بقى تحت كده ونشوف الدول القريبة مننا العربية والدول المحيطة بينا. طبعا إيران اتكلمت عنها، إسرائيل من الدول المحيطة، وما شاء الله دلوقتي بقت إسرائيل والدول العربية حبايب، فيعني برضو إسرائيل لو زاد عندها الحالة تعتبر من دول مصدر الخطر بالنسبة للشرق الأوسط. قطر الحالة فيها بتسوء يوم بعد يوم، 470 حالة بزيادة 7 حالات. عندنا برضو السعودية، يا خبر السعودية، يعني السعودية دي ظاهر عندها الحالات قريب جدا جدا، يمكن لحد مارس كان حالات ما فيش غير في القطيف. النهاردة 70 حالة جديدة زادت، جابت الحالات إلى 3400
340 اصابه خلت السعوديه تقفل المسجد الحرام والمسجد النبوي لاول مره في التاريخ، لاول مره في التاريخ يغلق المسجد النبوي والمسجد الحرام، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يعني مصر برضو ربنا يهديها وتتبع هذه الاجراءات. مصر انا اللي بعد كده البحرين، خلي مصر دلوقتي اللي بعد كده البحرين. البحرين فيها 19 حاله زياده وعدد الحالات بقت 800 298، تيجي بعديها مصر 265 حاله بزياده، 9 285 حاله بزياده، 29 حاله. الحالات الوفاه وصلوا الى 8. والله حالات الوفاة لحد دلوقتي ما زالت في الحدود، حدود 3%، لكن العدد اللي بيتزايد ده بشكل كبير برضو في مصر مؤشر خطير. ويعني النهاردة ولا امبارح وزيرة الصحة سمعتها بتقول الناس لازم ما تستهون وما تستهتر بفيروس كورونا. الحمد لله ان ربنا هداها وعرفت انه مش لازم نستهتر، وهي أول واحدة استهترت وكانت بتعلن على الملأ إن الأمور طيبة في مصر وإيه الفيروس لو جه إيه اللي هيحصل، يعني الناس تقعد شوية في بيوتها وتبقى تمام تمام. ها يلا ورينا يا دكتورة إزاي هتقعد الناس في بيوتها أو تقولي للناس اقعدوا في بيوتكو، إذا كان لحد دلوقتي مصر مش قادرة تحط مناطق إلا مناطق نادرة جدا وقرى محدودة تحت الحجر الصحي. الفلبين بلد زيها زي مصر، شوفوا الفلبين يعني نفس الشيء، عدد السكان في الفلبين قد عدد السكان في مصر، الحالة الاقتصادية قد الحالة زي الحالة الاقتصادية، وعدد الحالات قريب برضو من عدد الحالات. يعني الفلبين فيها 230 حالة والحالة الاقتصادية هي هي والظروف هي هي تقريبا، بس طبعا الحياة السياسية مش هي هي، حاجة تانية خالص. الفلبين ازاي الفلبين قدرت تحط الدولة كلها تقريبا تحت الحجر الصحي وتحط تقريبا مترو مانيلا كلها تحت حظر التجول، كأن احنا في حرب عالمية. ليه مصر ما بتعملش كده؟ ايه الفايدة اللي هتعود على المصريين من شوية سياح موجودين او شوية قهاوي لسه مفتوحة او شوية مساجد مفتوحة؟ يعني 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 ليه مصر ما بتحطش، الحكومة المصرية ما بتعلنش حالة الحجر الصحي في كل مصر؟ الفلبين أعلنت حالة الطوارئ، أعلنت البلاد في حالة كوارث أو حالة وضع البلاد المنكوبة. مصر لسه لا، مصر عمال هي مصر بتاخد إجراءات بس خطوة 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 خطوة، يعني كل ما يزيد الفيروس شوية ويزيد الرعب شوية ويحسوا ان الاستهتار لا ينبغي بيه بيعملوا حاجة. ليه ما بيعملوهاش من دلوقتي؟ ليه ما بيحطوش مصر كلها حجر صحي حجر مجتمعي عشان الناس كلها ما تتحركش؟ اقفلوا كل النشاطات زي ما عملت الفلبين. هو ايه يعني، هي الفلبين اقوى منكم؟ هي الفلبين اغنى من مصر؟ طبعا الفلبين مش اغنى من مصر، بس يمكن الفرق من الفلبين ومصر ان ميزانية الفلبين بتروح كل معظمها للشعب. ما هو الفلبين ما فيهاش جيش، يمكن الفلبين الجيش بتاعها ما بيصرفش 1/20 من ميزانية الدولة، لكن مصر لا، الجيش ما شاء الله لازم ياخد 90% من ميزانية الدولة. فده الفرق الوحيد، الفرق الوحيد ليه الفلبين قدرت تعمل الحظر الصحي الحجر الصحي، وليه قدرت تحط الشعب كله تحت الحجر. المهم يا ربنا يهدي الحكومه اللي في مصر، ربنا يهدي الحكومه اللي في مصر، وربنا يكرم المصريين ويتبعوا خطوات كوريا الجنوبيه، ما يتبعوش خطوات الصين. جريوا على الصين، جريوا على الصين، اول ما خافوا جريوا على الصين، يا ريتكم جريتوا على كوريا الجنوبيه. يلا ربنا يستر ان شاء الله. ودي بقيه الارقام، شوفوها اديني بوريها لكم، هي تقدروا تشوفوها. الدول العربيه كلها اصبحت مصابه تقريبا، ودول افريقيا اصبحت كلها مصابه، ودول الناميه كلها او كثير منها اصبح مصاب، وربنا يستر والاصابات لا تزيد في هذه الدول. وان شاء الله اتعشم ان المره الجايه، ان بعد شويه كده هعمل فيديو
آخر عن التقرير اليومي، أدرس فيه حالة الدول العربية واللي بيحصل في الدول العربية. فانتظرونه في الفيديو القادم، وأعمل لكم الفيديو التاني اللي هو التقرير اليومي عن الدول العربية. فانتظروا الفيديو التاني وإن شاء الله نشوفكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.